انا عايز اقول لكم كلمه في حكايه انتظر الرب دي. اوعوا تفتكروا ان الايمان معناها انك انت تؤمن بان الله سيعمل. التعبير ده روحيا مش مظبوط. انت مش تؤمن ان الله سيعمل، انت تؤمن ان الله بيعمل فعلا. هو لسه هيعمل؟ ده بيعمل فعلا، ابي يعمل حتى الان وانا ايضا اعمل، او ابتدى العمل من قبل كده واشتغل. اذا تعبت مش تقول له يا رب اشتغل، هو اصح من كده في الصلاة انك تقول له يا رب فتح عيني عشان اشوف شغلك، مش انا اطلب منك تشتغل. هو انا يعني اللي هرشدك الى اداء واجبك الالهي؟ طبعا لا، انت بتشتغل بس انا مش شايف. طب ايه اللي اطلبه؟ افتح يا رب عيني الغلام ليرى، اديني الايمان اللي اشوف به عملك، اديني الحاسه الروحيه اللي احس فيها بشغلك. لكن مش هقول لك اشتغل، هو انت اللي هتشغل ربنا؟ انت تنتظر الرب وتريح اعصابك وتريح نفسيتك وتريح فكرك. كل اللي بينتظروا الرب عايشين بفكر هادئ، عايشين باعصاب هادئه، عايشين بقلب مستريح. محدش بيتعب الانسان غير افكاره، نازل تفكير 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 ويدمر في نفسه، يدمر نفسه بهذا التفكير، يدمر نفسه بالحزن، يدمر نفسه بالقلق، يدمر نفسه بالاضطراب. عايز دلوقتي، طب ما جاش ليه؟ إيه؟ طب امتى هيحصل؟ طب الله، هو جرالكم ايه؟ خليك هادي، خليك هادي وعندك ثقة إن 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 مش ربنا هيشتغل، إن ربنا بيشتغل فعلا. يعني واحد يقول لك إيه رأيك في المشكلة دي؟ إيه رأيك في الدنيا الخربانة اللي حوالينا؟ تقول له إيه، هو ربنا ساكت؟ لا، ربنا واخد باله تمام. لا، ربنا بيشتغل شغل دلوقتي تتفرج عليه. إن وريتك، مش وريتك بالمعنى التالي، يعني إن ما شفتش بعينيك إيه عمل ربنا، يبقى أنا بقى ما عنديش إيمان. هو ربنا بيشتغل بيشتغل. لذلك تلاقي أولاد ربنا مبسوطين، عايشين مبسوطين فرحانين، والسلام يملك على قلوبهم، لأن عارف ربنا بيشتغل. أنا عارف أنا في حضن مين، أنا عارف أنا في رعاية مين، أنا عارف أنا في اهتمام مين، أنا عارف أنا في مسؤولية مين. ربنا القادر على كل شيء، اللي بيحبنا، اللي بيعمل معنا حكمة. بس انت انتظر وخليك هادي وهتشوف ربنا هيعمل ايه معاك، وتثق بمواعيد الله، لان وعود الله صادقة وامينة، صادقة وامينة. وعمر ما ربنا يقول كلامه ما ينفذوش، ما دام وعدنا خلاص. قال لا اترككم يتامى، يبقى ده كلام مظبوط. قال لا أهملك ولا أتركك، يبقى ده كلام مظبوط. قال إن نسيت الأم رضيعها لا أنساكم، ده كلام مظبوط. قال إن الكنيسة أبواب الجحيم لن تقوى عليها، ده كلام مظبوط. ما دام كده تنام وتستريح وتبقى مبسوط وتقول يا رب أنا ما دام تركت الأمر ده في يديك خلاص.